هل يجوز أخذ مال العبد إذا كان من الربا؟ أخذ إيش؟ أخذ مال العبد. العبد؟ نعم. ما يجوز أخذ الربا مطلق، لا من مال العبد ولا من غيره. إذا علمت أنه ربا لا يجوز لك أن تأخذه. ولما جاء غلام أبي بكر رضي الله عنه بطعام وأكل منه أبو بكر، ثم بين الغلام أنه عن كهانة في الجاهلية، تقيأه أبو بكر رضي الله عنه. ما يقال هذا مال العبد أو كسب العبد، ما يجوز. الحرام لا يجوز، لا يجوز لك أن تأكل الحرام أو تأخذ الحرام. نعم.